السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نصحوا التمرين الثاني والفرد المحروس الثاني. وكما قلت لكم أن هذا التمرين هذا أو هذا الفرد هذا خصكم تحضيروا راسكم فيه مزيان، باش فيه بزاف ديال الأستوس وبزاف ديال التقنيات اللي غادي نتعلموهم في هذا الفرد هذا. بالنسبة للتمرين اللي كتفرج فينا أول مرة ما عرفاش هاد الفيديوهات منين تقدر تحصل عليهم، دونك كتكتب في انستغرام سيري سوسيا وغادي تجبر تصحح هذا الفرد الأول وتصحح الفرد الثاني. طب باش ما نطولوش نرجع للتمرين ديالنا. اذا شنو كيقولنا التمرين؟ قال لك سيدي في التمرين الثاني سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار اي بي كي تي غار راسين كاري دو اكس موا راسين كاري دو اكس موا. هنا شباب عندي واحد الملاحظه، بزاف ديال التلاميذ غادي يشوفوا هذه الداله هذه وبحال غادي تحك راس قول الداله هذه سهله كدا ما فيها والو، فهمتي انا تبان لك عادي، ولكن هذه الداله هذه راه فيها شي لي زاستوس راه خصكم ديجا عارفهم، سينو ماكش عارفهم راه ما تقدرش تخرج، فهمتي؟ من بين المشاكل اللي غادي نلقاو فيها ملي غادي نجيو ندرسو الاشاره اف هاي، لاحظتي هو السؤال كيقول بين ان اف مجاب يعني ستريكتومون بوزيتيف، اذا غنلقاو حنا بعض المشاكل او لا تلقى مشاكل في الدراسه اف بريم صافي، او غتلقى مشاكل في اف موانزا، فهمتي؟ يعني هاد الداله هادي راه ماشي دوك السهوله اللي كتخيلها، واخا كتشوف غير اكس و اكس ناقص واحد عادي ولكن راه فيها مشاكل صافي شباب. المهم حاولوا تركزوا معايا في التمرين مزيان. اذا عندنا قالك موتريكو دي دي اف ايكال ان جوسكا بلس لانفيني، يعني نحاولوا نبينو بلي دي دي اف كتساوي واحد بلس لانفيني. السؤال الثاني دونك كاين التمرين بالعربيه حتى الفرنسي صافي، دائما كنقراو التمرين بالعربيه راه نقراو هاد المره بالفرنسي. السؤال الثاني قالك موتريكو كيل سوا اكس ابارتين دي دي اف اف دي اكس اي ستريكتومون بوزيتيف، يعني اف مجاب كيضرب لك دابا على اف اف بلي مجاب. السؤال الثالث قالك ديتيرميني حدد اف بري صافي في لانترفال واحد بلس لانفيني. والسؤال اللي موراه قال لك سنتيش كو اف اي دي كروسون سور ان بلس لانفيني، يعني الداله التناقصيه في المجال واحد بلس لانفيني. اذا قال لك ملي تحسب اف بريم موراها سنتج بلي اف تناقصيه. السؤال الرابع قال لك مونتخي كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سور ان انترفال جي كيلفو ديتيرميني، يعني قال لك تحاول تبين بلي اف كتقبل واحد الداله عكسيه في المجال جي، وهذا المجال جي خصك تحدد لي التعبير ديالو يعني شحال كيساوي. السؤال الخامس قال لك مونتري كو كيل سوا اكس ابارتين جي، يعني ديك المجال اللي تينا ديجا حليتي. السؤال الرابع بلي ليكسبرسيون دو اف موان زان اكس، يعني التعبير ديال الداله العكسيه فهو اكس اس 4 زائد 2 اكس اس 2 زائد 1 على 4 اكس اس 2 صافي. دونك هاد الاسئله اعتياديين، يعني ماشي زعما شي اسئله لاول مره غادي نشوفو. ونفس الشيء كاين بالعربي صافي شباب. يلا ركزوا معايا هنايا. السؤال الاولاني نحدد دي دي اف، وقلت لكم ان التمرين هذا خصني نركز معاه مزيان. اذا اول حاجه نبدا السؤال الاول نكتب شي لو مثلا واحد حدد دي دي اف ياك. اذا دي اف اشي هذا هو السؤال ديالنا. اذا اول حاجه كيفاش كنحدد دي دي اف؟ كنعمل دي اف كنعمل اكس كتنتمي لاف وكنعمل واحد الشرط، وهنايا كنكتب المشاكل اللي عندي. المشاكل شنو كنقصد بهذه المشاكل؟ يعني حنا بين المشاكل اللي عندنا في الرياضيات الا كانت عندنا شي حاجه متحصل الجذر خصو يكون هذه الحاجه اللي متحصل الجذر، اللي متحصل الجذر شنو خصها تكون؟ مجاب. هذا مشكل، يعني اي حاجه شتيها متحصل الجذر خصها تكون ديك اف مجاب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بين المشاكل اللي عندنا، بين المشاكل اللي عندنا الا كانت عندنا مثلا القسمه، يعني مثلا انا نقسم لشي حاجه، هذيك الحاجه اللي غادي نقسم عليها شنو خصها تكون؟ خصها تكون كتخالف زيرو. مثلا كانت عندي انا واحد على اكس ناقص واحد، اذا هاد اكس ناقص واحد خصها تكون كتخالف زيرو صافي. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الا كانت عندك مثلا شي كاس وعندك الجذر وعندك ديك المقام، يعني هاد الجذر هذا جا في المقام، اذا هاد الحاجه اللي لتحت اللي في وسط المقام خص اولا اللي في وسط الجذر خصها تكون اكبر قطعه من زيرو. حالاش بحال مثلا كانت عندك واحد على جذر اكس ناقص واحد، اذا هادي خصها تكون اكس ناقص واحد ماشي غير مجابه، لا راه خصها تكون اكبر قطعه من زيرو، يعني خصها تكون مجابه وما تكونش كتساوي زيرو صافي. اذا الا لاحظتوا معايا في هذه الحاله هذه شنو هما المشاكل اللي عندي؟ عندي المشكل ديال الجذر، عندي المشكل الاولاني هو هذا والمشكل الثاني اللي هو هذا. اذا نركز على هذه القاعده هذه، اما هادو ما عندي منهم اللي حتى ما عنديش في هذه الحاله هذه مزيان مزيان. اذا المشكل الاولاني هذا اللي متحصل الجذر مالو خصو يكون موجب، اذا ها هو اكس اكبر او يساوي زيرو فوقاش كنعمل قطعا الا كان عندي الكسر صافي مزيان. زيد اي
يعني هو يعني المشكل الثاني، مثلا نكتب لكم شي لون باي هو اللي كنقولو ليه بالعربية هو او لا اي. المشكل الثاني شنو هو؟ عاوتاني اكس ناقص واحد مالا عاوتاني هي خصها تكون كبيرة من زيرو، صافي. اذا خصو يكون اكس كبير من زيرو حتى اكس ناقص واحد خصها تكون كبيرة من زيرو، مزيان مزيان. ارا نحاولو نحلو هذا عبارة عن ميزين ايكواسيون متراجعات. اذا بالنسبة للاولانية مخرجة راسها براسها، يعني اكس كبيرة من زيرو هادي فيها ما تهضر. الثانية ناقص واحد ندير طرف اخر رجع اكس اكبر من واحد، صافي سالينا. باقي شي حاجة ما بقى والو. كيفاش نحدو هاد المجموعة التالتة؟ اذا هنا ركز معايا مزيان، هنا نحاول نرسم واحد المستقيم مدرج. هنا كتكون عندي مول انفيني وهنا كتكون عندي بلوس انفيني. نبدا بالمجال الاولاني، اكس ديالو كيفاش عاملة؟ اكس ديالو كبيرة من زيرو، اذا نجي هذا هو زيرو نقولو سيدي بلي عدد اللي كبار من زيرو جاوب، مزيان. نجينا عند التاني لا لا رمز له بشي لون مغاير مثلا بالحمر، قال لك لي زيكس ديالو خصو يكون كبير من واحد، في جا واحد جا هنا، اذا المجال مغلق. في جاو الاعداد اللي كبار من واحد جاو هنا. دابا هو او لا اي شنو الدور ديالو؟ كتقول لك شنو هما الحاجه او لا شنو هما الاعداد اللي كاينه في المجال اللي بالحمر وفي المجال اللي بالزرق، فين كيتعاودوا جوج المرات؟ في اين بلاصه كيتعاود؟ لا لاحظتي معايا هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي بجوج بهم مشتركين فيها، اذا هذيك هو المجال اللي حنا ناخذ. بالنسبه للحاجه اللي ما كتشاركش ما ناخذوهاش، بحال مثلا هنا هذا اللي بالخضر محسوب على اللي بالزرق، ولكن ما كاينش اللي بالحمر، اذا هذا ما نحتاجوش. شنو نحتاجو؟ نحتاجو الحاجه اللي مضوبه لجوج المرات. اذا كنلاحظوا ان المجال من واحد بلس لانفيني كيتعاود في المجال اللي بالحمر واللي بالزرق، اذا غادي ناخذ اش؟ غادي ناخذ هنايا من واحد بلس لانفيني. ما فيها بس نقول ان دي دي اف كتساوي واحد بلس لانفيني بالجبال، صافي ونقطع مزيان. وبالنسبه لهادشي هذا معنا مع التوضيح نزول هادشي هذا كامل، صافي مزيان. هذا السؤال الاولاني ديال الدي دي اف. السؤال الثاني قال لك سيدي نشوفو بعض بين ان مهما يكون اكس كبيره من زيرو، ياك. اذا غادي نجي غادي نقول هنا السؤال الثاني من احسن دائما نعاودو الاسئله. غنجي السؤال الثاني غادي نقول مونطخون مونطخون que quel que soit x appartient à d de f, f de x mala mouja yani li nous bayli anna mehna yakoun x kintia min d de f h f de x akbar qatan min zel. Idan daba هنا بمن عندي العلاقة، دابا هنا خصني نبين أن إف مالا أن إف موجب. فين هي إف؟ شنو التعبير ديالها؟ هو هذا، صافي. اذا نزلت التعبير ديال دي اكس حدايا ونشوف شنو غادي نعدلو. اذا لدينا قلنا اف اكس ايكال راسين كاري دي اكس موان راسين كاري دي اكس موان زد، هذه هي الداله اللي عندي. هو كيقول لك بينا موجب، يلا دابا السؤال كيفاش غنبينوها موجب؟ احنا نزلنا دابا الداله، دابا ركز معايا مزيان وفكر فيها بحالي بحال، فكر فيها مزيان وشوف حنا كيفاش غادي نبينوها موجب. اذا الى جينا ندرسو هذا بالجبر هذا موجب، هذا بالجبر هذا موجب، ولكن المشكل بيناتهم ناقص. بحال دابا الشغل ديال مثلا اكس ناقص ايكال، دابا الا كان هذا موجب مثلا اكس زائد ايكال، ياك. الا كان هذا موجب وهذا موجب، اذا الا جبرتي عدد موجب مثلا واحد وجبرتي عدد موجب جوج شحال كيعطي؟ كيعطيك ثلاثة. اذا هذا موجب، اذا ملي كيكون موجب زائد موجب كيعطينا عدد موجب. ولكن المشكل مثلا دابا انا كنعطيك مثال، الا كان عندك هذا موجب وهذا موجب ولكن بيناتهم ناقص، انت ما كتعرفش شكون اللي كبير فيهم. فاذا كان اكس كبير من ايكغيك فهاد اكس ناقص ايكغيك كتكون موجب، اذا كان اكس صغير من ايكغيك فهاد اكس ناقص ايكغيك كتكون سالب. انا نعطيك مثال بالاعداد باش تفهم. دابا هنايا حنا كنضرب دابا على اكس ناقص ايكغيك، اذا كان مثلا نعطيك العدد واحد ناقص العدد جوج، دابا هاد جوج موجب هاد واحد موجب ولكن بيناتهم هاد ناقص. دابا كتلاحظ معايا في هاد الحالة أن واحد صغير من جوج، إذا القيمة اللي غادي تخرج هي ناقص واحد صغيرة من زيرو، ولكن إلا بدلتهم عطيتك جوج ناقص واحد عطيك قيمة موجبة، إذا غادي يكون كبير من زيرو. إذا ملي كتكون هنا عندي شي حاجة موجبة ياك، وهنا الحاجة موجبة وبيناتهم ناقص، أنا مقدرش نقول لك هادي واش موجبة ولا سالبة. علاش؟ حيتاش معرفش أنا واش هذا كبير من هذا أو هذا كبير من هذا، صافي. اذا ديك الخطه انك تجي وتقول هذا موجب وهذا موجب، اذا هذا كان معكم موجب ما خدامهش. فوقاش نقدر نقولها؟ بحال الا كان عندي هنايا زائد، اذا هذا موجب
وهذا موجب، موجب زائد موجب موجب، ولكن هنا السالب ما يمكنليش نقول حتىش ما عرفش واش هذا يكون كبير من هذا ولا هذا يكون كبير من هذا. واضح؟ مزيان. يلا شنو يبان لكم الشاب؟ شنو كيبان لك هنا في هذه اللحظه هنا؟ دونك ركز معايا هنا مزيان. هني باش ندرسو على الاشاره ديالها، باش ندرسو على الاشاره ديالها شنو نعملو؟ نحط طريقه ساهله اللي هي اش؟ هاي جذر اكس ناقص واحد، اللي هي هاد النوع هذا. ملي يكون عندك الجذر مع الجذر او غير جذر واحد، ديما ضرب في المرافق، ضرب في المرافق باش نزولو هاد الجذور. حتى السينو دابا الجذور كاين هنايا ما كيخليناش ندرسو الاشاره، واش فهمتو؟ يعني حنا كنبغيو ندرسو الاشاره ولكن حنا كنعرفو لي بولينوم اللي كتبان لك قديم الدرجه الاولى او الحدوديه من الدرجه الثانيه، فهمتوا؟ يعني هذوك نقدروا ندرسوهم، ولكن النوع بحال هذا ما كتجبر ما تعمل. اذا في هذه اللحظه هذه شنو غادي نعمل؟ غنجي نضرب في المرافق. الا جيت ضربت في المرافق انا عندي جذر اكس ناقص جذر اكس ناقص واحد. الا ضربت في المرافق اش غادي ترجع؟ غترجع جذر اكس، وهنا غادي ترجع جذر اكس ناقص واحد. يعني غادي نضرب بالزائد، هما عطاونا بالناقص انا نضرب في الزائد حتى هذاك هو المرافق ديالي. على من تينا ضربتي في هذا اذا نضرب في حتى لتحت. صافي مزيان، هذا هو الامور بديت كتبان شويه. احنا غنضربو في المرافق ونشوف شنو غادي يوقع في الاخر. مزيان، شنو غادي تعطيك هذا؟ غتعطيك جذر اكس اس اثنان ناقص، وتعطيك هذا الجذر اكس ناقص واحد اس اثنان. على من؟ على جذر اكس زائد جذر اكس ناقص واحد. مزيان، أو ما بديت كتبان أس إثنان مع الجذر غادي طير، غتبقى لك إكس ناقص هاهي. ولكن هنا عندي واحد المشكل، هنا شحال غترجع؟ هنا ترجع إكس ناقص واحد، ولكن هاد إكس ناقص واحد مالا؟ إكس ناقص واحد خص الأقواس. علاش خص الأقواس؟ حيتاش أنت عندك إكس ناقص واحد وقبل منا ناقص، يعني هاد الناقص خصها تدخل عليهم جوج بيهم. إذا هنا راه لما حديتيش راسك مع هادي راه كارثة كارثة. صافي، على من؟ على جذر إكس زائد جذر اكس ناقص واحد. وتحط النقطة هادي مزيان، أرا نزيدو نبسطو. دابا حنايا غنبسطو صافي، دابا التمرين غنتبعو نشوف حنايا التمرين فين ماشي بينا. صافي، حنايا جاتنا الفكرة المرة الأولى قلنا غنضربو في المرافق باش نزولو دوك الجذور. ضربتي فوقي خصك ضرب لتحت، موراها دابا غنكملو للتمرين ونشوفو واش هادشي هدا يسلكنا ولا ما يسلكناش. إذا هنا غتبقى ليك اكس ناقص مع هاد اكس ترجع ناقص اكس، وهاد ناقص مع هاد ناقص ترجع زائد واحد. على من؟ على جذر اكس زائد جذر اكس ناقص واحد. بالنسبه لهادي مشات مع هادي بقات لك واحد. على من؟ على جذر اكس زائد جذر اكس ناقص واحد. مزيان، ناقصنا في الحاله هادي شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ ان واحد هو عدد موجب. لازم نمشي للمغاير، واحد عدد موجب، هذا الجذر موجب وهذا الجذر هذا حتى هو موجب، وبيناتهم زائد، يعني موجب زائد موجب موجب، لأن هادشي لي من تحت كامل موجب. وإذا إذا كان البسط موجب والمقام موجب، إذا هاد العدد هذا أش غادي يكون كامل؟ أش غادي يكون؟ غيكون واحد العدد لي كبير من صغير. صافي، حتى أن الأمور رجعت بسيطة. أحنا غير زولنا ضربنا في أول حاجة جاتنا الفكرة أننا نزولو هاد الجذور، حيت الجذور ما خلاونا نعملو والو. دونك في هاد اللحظة هادي درس في المرافق، إين فوا درس في المرافق مشات لي واحد اكس مع واحد اكس، بقات لي واحد لا جذر اكس زائد جذر اكس ناقص واحد. نطولو هاد الجذر هذا بعدا، نطولو هذا، هذا الفوقاني موجب تحتاني موجب، اذا هذا كامل غيكون اكبر قطعا من صفر. صافي، اذا شنو غنستنتجو؟ شكون هذا؟ هذا كامل كنا كنحسبو شكون هو؟ هو اف دو اكس. اذا غادي نعملو مهما يكون اكس كيمتنمي في اف، فان اش؟ فإن إف دو إكس ديالنا كيفاش عندنا أكبر قطعا من زيرو. السؤال الثاني مازال، السؤال الثالث شنو عندنا؟ السؤال الثالث قالك احسب إف بي. نحنا باش منطولوش الفيديو بزاف، نوقفو في حالنا هنايا، والفيديو القادم إن شاء الله نعملو إف بي.